استوديو هذه الدفعة جميلة من استوديو المواهب. أنا سعيد جدا باستوديو المواهب لأنه كل فترة بيطلع لنا جيل جديد، جيل موهوب، جيل يضاف إلى الساحة الفنية الإبداعية الحقيقية. وكلما نرى جيل جديد يتخرج على هذا القدر من الموهبة نحن نشعر بأن المستقبل بخير وأن المستقبل قادم لا محالة. قريبا جدا سترى سينما مصرية بدعم حكومي ومشاركة حكومية. شوف، هو الحكومة المصرية موقفها من السينما مر بمراحل. مرحلة كانت هي شريك في الإنتاج، ثم مرحلة امتنعت تماما وتوقفت عن الإنتاج، فكانت النتيجة ظهور أفلام رديئة. الدولة المصرية تدخل الآن كداعم ومحفز ومشجع وشريك ومنتج ان شاء الله. طب الاجتماع يا فندم اللي كان مع حضرتك واستاذ فايزه ابو النجا لمناقشه صناعه السينما، هذا لمناقشه الخطوات التنفيذيه التي بدات الدوله في اتخاذها لتطوير صناعه السينما المصريه كي تعود على ما هي عليه بل افضل مما كانت. هل في فلوس هتقدم يعني طبعا خلاص يعني تمام؟ لا بدانا بالفعل، مش هنبدا او هناخد، بدانا بالفعل. احنا عايزين اولا انشاء مسارع جديده خصوصا في المناطق الجديده. تقليديا كانت المسارح توجد حيث توجد الطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى كان مركزها التجاري هو وسط البلد في منطقه الازبكيه، فتجد ان في هذه المنطقه اغلب المسارح. احنا الان عندنا تجمعات جديدة، عندنا مدن جديدة، لابد أن تكون هناك في كل مدينة زي أكتوبر والتجمع وكذا وكذا مسارح جديدة في كل مكان من هذه، وده موجود في خطة الوزارة إن شاء الله.